سيدي. واش كتشد الكراسة كتشير على عباد الله؟ واش ديتي ابتسام للشجر من لا ما شديتهاش، دفعتها. هي دفعتيها باش ما ماتش ما ماتش هي هذيك دخل في ترانس. دفعتيها من راسها ولا من شعرها وبديتي كتسب وتعاير؟ اييه. واش دابا انت اش قال لك راسك زعما؟ انت بوليس؟ ماشي بوليس، مواطن مغربي. مواطن مغربي، دابا اللي شاف شي حاجه يمشي بيديه. ايوا ولكن واحد الفصل في الدستور رقم 38 تيعطيك هذا الحق. الله تفضل. ما عجبتكش واحد الحاجه خايبه ولا زوينه هذاك التقدير ديالك السي امين، ولكن راه كاين وسائل اخرى للتعبير على رايك. ايوا كاين وسائل، وكاين وسائل اخرى، وكاين وسائل اخرى للتضامن من غير البوسان. اسيدي نفترضوا ما غلطوا، انت مشيت دير داكشي اكثر منهم. ايوا هادشي اللي عطى الله، هذا انا هادشي باش نعبر، باش نشوف بحال داكشي هادي عبر بالعنف. دابا انت درتي ديك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بصيغه مغربيه ديالك. حرب النار بالنار. وكتحمل مسؤوليتك هادشي زعما؟ لا انت تحمل المسؤوليه الكامله. بلطاجي مع راسك. لا ماشي بلطاجي مغربي. وعلى هاد بلطاجي راه مدعي معاهم في المحكمه. لا لا بلطاجي. اييه. وشي واحد اللي كيقول النار بالنار شناهو هذا؟ ايوا زعما اللي دوير عفر. ماشي اللي دوير عفر. انما اش لي دويرف ميشا لي دويرف اجي جي بيناتنا الله يعطيك الخير وجاوبنا هذا النهار الجمعه. شكون اللي صيفطك ذاك النهار؟ صيفطني حد. شكون اللي صيفطني؟ كيفاش تقول الحق؟ شكون اللي صيفطك؟ وراه هما دايرين ليفينمون. لا شكون اللي صيفطك؟ شكون اللي سير دير هادشي؟ واحد ما تيقول لي راسي اللي تيقول لي. وفاش تيقول لك راسك هادشي شنو كتقول له؟ تنقول له واخا واخا راسي. انا موجود راسي. هي اللي ما تعاودش راسي. كيما هما تيقول لهم راسهم وتيقول لهم ناس اخرين، انت تيقول لي راسي. امين غنسولك وما ديرش مني قلت الصواب. مرحبا. انت ساوي؟ لا حتى واحد ما ساوي. يعني فيك مزاكر شويه. ماشي ملائكه انا، راه حتى واحد ما معصوم من الخطا. لا والقدرات الذهنيه ديالك وداك الشيء هي هذيك. لا الحمد لله ما عندك حتى مشكل، ما عمرك داويتي في شي بلاصه، ما كتاخذ شي تريتمون وكتقول هذه الهضره. الحمد لله. ما خايف تشد؟ لا ما خايفش. اذا حاميك شي حد انت؟ حاميني حد. انا اللي عنده شي حاجه ضدي يرفع ديالي، رفع شكايه ونتحمل المسؤوليه. واش مازال ما بغيتيش تستوعب بانه السلوك اللي درتي مخالف للقانون وموجب للمتابعه القانونيه، ممكن يوصلك حتى للحبس لانك اعتديتي على مجموعه الناس، غالطين ولا ما غالطينش ما كيهمش داك الساعه، المهم انت اعتديتي عليهم، واللي من حقه يتدخل في ديك اللحظه راه كاين السلطات القانونيه اللي كتستند للقانون. واخا نحكي لك كيفاش طرا داك الشيء. احكي لينا. طبيعي الحال. في الاول قبل ما كاين التدخل انا وقفت حدا البرلمان، يعني البلاصه اللي يوقفوا فيها. وقفت يعني مع الخمسه، وقفت تماك، هما كانوا نورمالمون غيديروا واحده الساحه ديال البرلمان. شافوني ما قدوش زعما ما قدوش يجيو. عرفوني غادي نخسر الوقفه. راه واحد الساعه نزار بالنماط ديال حركات مالي شوفها صفر في الفيديو. صفر ديك الساعه تيقول لهم راه البارودي ما كاينش. انا حاضينش البوليس، حاضينه مع البارود، حاضينه معايا هاني. راه 3 سنين 10 ولات بيناتنا المسيره ديال 20 فبراير بلا البارود راه تجيهم مقناطه. شي حاجه ناقصه اللوجيستيك ناقص. الشعار ما كاينش. الشعار ما كاينش مزيان. الو انا باش غندخل باش الصحافه تجمعات عليهم، انا داخل جا واحد الصحافي ديال اجنبي ضربني بشي حاجه حديده في رجلي، هو داك الشيء اللي خلاني تعصبت. صحفي اجنبي؟ اجنبي. ضرب انت وراه كاين في الشكايه. دابا تنشوف الفيديو تنلقى تصويرته مازال ما لقيتهاش. دخل صافي، درت اللي درت صافي. ديك الساعه هما كثار شي 40 ولا 50 واحد، طبيعي الحال غادي نهز كرسي ونهز كذا باش ندافع على راسي. دافع على راسك؟ وما تعدى عليك حد باش تدافع على راسك؟ هو راه تعدوا على التقاليد والعادات ديالنا، وتعدوا على السمعه ديال المغرب وعلى التاريخ ديال المغرب. اصلا هاد الناس اللي خرجوا واش عندهم رخصه باش يخرجوا؟ وانت عندك رخصه؟ حتى انا ما عنديش رخصه. الفوضى؟ لا ماشي الفوضى، وانت هما دايرين الفوضى. ايوا صافي. ايوا يدير الفوضى ردوا عليهم بالفوضى. ايوا صافي ما كاين باش نردوا عليهم. ما بقى بمخزن، ما بقى بوليس، ما بقى والبوليس علاش ما دخلش؟ واحد البوليس قدر بان داك الشيء ما يستاهلش، يتباوسوا شويه غيمشيو في حالهم زعما. زعما شنو وقع؟ وراه في فرنسا وفي الجابون وفي امريكا وفي المان كاين قانون اللي تيمنع هذا الشيء. كاين قانون قلب على لا لوا ديكزيبيسيون. لا ديكزيبيسيون ماشي بوسان. لا وكاين لا لوا في فرنسا 222 32 اللي تايه فيها اموند وفيها سورسي،
وفي الجابون لقاو شي واحد تيبوس وحده في الشارع راه فيها الحبس نيشان. اش قلت لك ابتسام الشجر في ديك اللحظه؟ قلت لي اش درتي داك الشيء؟ اها واش قلت لي؟ قلت لها بعدي مني هاد الساعه. قلت لها بالفرنساوي عاد؟ اه قلت لها ديكاش. والله ما كيخلي لي مي وجبته زعما صحيحه وجهه صحيح وعنده اقتناع انه زعما داك الشيء اللي دار داك الشيء زعما لا مزيان الحمد لله مقتنع 100%. راه تحت طائله القانون الجنائي مرحبا. شنو مرحبا؟ لكن تحدى زعما القوات العموميه ما يقدروش يشدوك ولا شنو؟ لا تحدى حتى شي واحد. انا لا درت شي حاجه شي غلط نتحاسب عليه. بصح بغيت نتحاسب يتحاسبوا حتى هما يتحاسبوا بجوجنا. هما ما داروش العنف انت درتيه؟ ما داروا استفزاز. استفزاز هذا الاستفزاز ماشي اول مره. لا ماشي اول مره تيستفزوا الشعب المغربي. راه فايت استفزوه في هذيك الوقفه ديال المحمديه ديال الافطار العلني. هذيك الساعه فرقاتهم القوات العموميه بشكل عادي. بصح وكان الوقفه ديال 15 اكتوبر 2011 داروا في احدى جامع بدر.